الجمع بطريقة خط الأعداد. خط الأعداد هو خط مستقيم عدل بأرقام إلى ما لا نهاية، بأرقام وأعداد كلش هواية. عندي الجمع أعلم التلميذ الطريقة السهلة أو المبسطة إليه. أول ما أبدي ما أبدي له بأرقام صعبة وكبيرة، أبدي بالأرقام البسيطة، الأرقام الصغيرة، وبعدين أتدرج بالصعب. هسه عندي مسائل بسيطة وأرقام بسيطة، أبدي بيها الطالب من الأرقام الصغيرة. 2 + 3، أول شيء المسألة أباوع على المسألة، فهم المسألة هي نص حل المسألة. 2 + 3 أباوع على الإشارة، الجمع زائد 2 + 3، أجي أخلي إيدي على رقم 2 + 3، راح أقفز 3 خطوات إلى الأمام، 1 2 3، الناتج راح يكون عندي 5. 2 + 3 يساوي 5، الناتج راح يصير 5. أجي على المسألة الثانية، 7 + 2، أخلي إيدي على رقم 7، أخلي إيدي على خط 7، هذا رقم 7 + 2، يعني أقفز إلى الأمام 2 خطوات، 1 2، الناتج راح يكون عندي 9. 7 + 2 يطلع الناتج عندي 9. 5 + 3، أخلي إيدي بخط الأعداد على رقم 5، أخلي إيدي على 5، هذا رقم 5 + 3، راح أقفز 3 قفزات إلى الأمام، 1 2 3، يطلع الناتج عندي 8. 5 + 3 = 8، 2 + 2، أخلي إيدي على رقم 2 وأقفز إلى الأمام 2 خطوات، هذا رقم 2، أقفز إلى الأمام 2 خطوات، 1 2، الناتج يطلع عندي 4، إذن 2 + 2 يساوي 4. هسه أبدي أصعب له شوي شوي، أبدي بالتدريج. 6 + 3، أخلي إيدي على رقم 6، هذا 6، أقفز إلى الأمام 3 خطوات، 1 2 3، الناتج 9، إذن أكتب 6 + 3 يساوي 9. 7 + 5، أخلي إيدي على رقم 7، وين رقم 7؟ هذا 7 + 5، أقفز إلى الأمام 5 قفزات، 1 2 3 4 5، الناتج يطلع عندي 12. 10 + 5، أخلي إيدي على رقم 10، أضع رقم 10، هذا رقم 10، أقفز 5 قفزات إلى الأمام، 1 2 3 4 5، الناتج عندي صار 15. 10 + 7، أخلي إيدي على رقم 10، أقفز إلى الأمام 7 خطوات، 7 قفزات، 1 2 3 4 5 6 7، ناتج يطلع عندي 17. هسه المسألة اللي وراها، 10 + 4، هذا رقم 10، أقفز 4 خطوات إلى الأمام، 1 2 3 4، ناتج 14. 10 + 8، أخلي إيدي على خط 10، رقم 10 العفو، وأقفز 8 خطوات إلى الأمام، 1 2 3 4 5 6 7 8، يطلع الناتج 18. هاي الطريقة أسهل طريقة بالجمع للتلميذ، يتعلمها بشكل سريع.